دقيقة فيتنس. بونجور لي سبورتيف. ما فماش واحد منا يغزل المرايا ما يحبش يرى وجهه بدن مزيان، كيما يقول المثل يلفو سوفرير بور اترو بو. والبوتي السر نتاعها في التناسق في البدن، واحنا مشكلتنا لابدو اللي فسد البرنامج الكل. واليوم مش نخدمه الباز دابدو واللوبليك، والتمرين سهل اسمه سترايت ارم تويست. وببساطة باش نعملو تويست، يعني تمايل، اما اليدين ما همش ورا الوذان، اما مطلوقين الفوق. بعد ما تسخن 5 دقائق بالكوردة ولا جارية صغيرة، تتكى على ظهرك مرتاح، ساقيك مثنيين زاوية قائمة، والاقدام متاعك مستويين مع القاعة، ويديك متجهين الفوق في اتجاه النظر متاعك. وبعد تبدا تهبط في ديك مطلوقين من غير ما تبعدهم على بعضهم ولا تقربهم على بعضهم، معناها تحافظ على المسافه اللي بيناتهم، مره على اليمين ومره على اليسار، واحده واحده، يعني كان يديك وكتافك يتحركوا، اما ظهرك واقدامك ما يتحركوش من البوزيسيون انيسيال متاعهم، وتخليهم ماسين القاعه. وكي تبدا تحرك في ديك مش لازم توصلهم للقاعه، اما توصل بيديك وكتافك على اليمين واليسار للحد الاقصى. وتنجم الحركه هذه تعملوها 25 مره كل جنب 4 سيريات، ترتاح ما بيناتهم 15 ثانيه. بطبيعه الحال تو تحس انه المشكل اللي يخدم ماهوش ليدين، اما جهه الكرش من فوق يعني الباز دابدو والجناب اللي هما لوبليك. هذا وما بقى لي كان نقول لكم رياضه طيبه، وكيما يقول الكوتش اللي ما عندوش قلب يموت سمين. سلامات. دقيقه فيتنس. Lose everything.